ايه يا عم ده؟ لا يا عم. طب ما تشوف لنا التلفزيون ده ده يا عم، ده قطع علينا الشوط يا عم. طب ده نت، ده ولا ايه؟ شوف نت، شوف حل. هو مش النت يا جدعان، هو التلفزيون. انا عارف، بس انا حاسس انها في الاستاد بصراحه. ده ليه قوي ايمج يا معلم، جايب ال جي بقى. بس انا حاسس ان صلاح هيجيب جول. هي في لحظات ما ينفعش تفوتك LG OLED، الاختيار الأذكى.